القبيح ايه القبيح سبقوا لي بلاك 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 ها هو سردين ماشي لاتشا شما كم بقي وقيلة نحكي لك على اينشتاين والمات هادو حسابات وهادو معادلات ان شاء الله فرحوا كاع نبويبات نجيبوا الباك مرة فرات وبركات عاد الباك عاد الباك عاودي وش قلتي وقيلة ما عجبكش الحال معانا جعتها عاد الباك عاد الباك وقيلة الباك هذا ناس ملاح جدوة هذا شكون يضمن فيه؟ أنا نضمن في روحي ونضمن فيكم بين زوج وكاش ما يصرى أنا نقابل الشاف ما يقولش كاش ما صرى أنا زكار نكار على بالك بها هادي وما تخليهمش وحدهم الكليكة وطبحهم على راسهم ولا وش قال خو دوما روح هذا درك جبتو بشوري لي كالبونية ولا كيف عم دول فضايع اسمع أنا هدرت ومن الأخر هكذا أنا الشاف ولا ما يشقاش نلعب مع لي برو في ليكيب ناسيونال هكذا دوزيام ديفيزيون خاطيني دوم اروح هذا راه معايق بيان سور هو جاب لك ربي راه معاك قول والله لا الى بخير بخير شوف الانفستيسمون نص بالنص وبيان سور لي بينيفيس 50% دوما ما قلت ليش بلنا انت بروفيتور وطماع ومارك انا جاب لي ربيع حكي على الوارد الماركين يا شريكي حكموهم واللي ما زالوا نعلموهم ماشي مشكلة باب 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 يا ورديه يا حبيبتي تمني هذا يلقى لك خدمه ما يعرف والو لا وزينات لا شركات لا بريفي ما كاش يعرفش ما يعرفش ايه صح عندك الحق ولدك عارف حوايج واحد اخرين ها يعرف الاشاعات يعرف يشرك فمه يعرف النميمه نهار كان هو الرشيد تزوج ورديه طلعته وهبطت اسمع هذا فاش في حل ولدك يدبر راسه كيما حبس الخدمه بسبيبه يدبر راسه يجيب لي خدمه يا لو كان ندخل معاه شركه في اللطشه سردين كيف كيف ها هو الرشيد واش به رشيد ما خممتيش به علاه ولو كان يشوفك سردين سردين يا شوفوا هو اللي نقعد بالوراقد تحرويت له انا نقول لك يتزوج يطلق يتفلق ما يهمنيش الشيء اللي يهمني ضرب جيب يكون سخون والنظام يكون معمر لا 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 لا, لا, لا عندي لقيتها واش لقيت انا ماركيك فرونسيج انا هذه قلت لك عنده افكار يطير ما يطيح شمبان مره على مره قول لي سهل هاي واش هي الدوسي تاعو هذا سهل سهل مان ليك سريتني شونس تكون اقل من 30 سنه نصيره دي هي بدات باك بلوس 6 6 كاينه والباك ندبروه يفرج ربي العسكر العسكر ما قعدتش 3 ايام ورا نفرميوني مسكين مازالت واحدة واش هي هذه هي سهلة التوصية سهلة كازي جوديسيال بابا هذه واعرة جيدي قولي لي نصيحة نعم هذا الكازي قداه يقعد ويموت أنا أعرف أنها على حسب ما قالوا لي يا 6 شهور يا 3 شهور ويموت يموت إيه منا نزل بروح نجيبه عارفين علاه علاه بس ما كي نجيبو نظيف روح نحوس على خدمه قبل ما نقجف ولدك سمعتي ولا لا يتمسخر بيا تسمع انت تمسخر بيا شوف وما جاتش امه قاعده صار كيما هك خلاص خلاص انا جي فرغ قلبي انا ما عنديش عند منك تعرفيني غريبه وبرانيه انا تقول ولدك اللي جبت يا ورديه ما تبكيش على ولا تبكي ما نحبكش انا تكوني حزينه هذا ويغاوي يقجم عليك يقجم معاك يحبك وش يدير يقجم حتى انا نقجم نقجم برك ايش تبكي مزيان ما بكيتش قلت طيحتها لا 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 قلت طيحت الدموع اتنبوس اتنبوس بوس طاطاك شحال نحبك تكوني فرحانه هكذا نحبه هو برك مين خصك يخرجني من حبال عقلي لا لا هو ثاني يحبك الحق يعني والله ما انا حابين نبكي ولا اللي فينا يكفينا ما انا هذيك عاد يقجم ها نقجمو كل احنا قاعدين نحاجي لكم تحاجي تعرفي تحاجي ما نعود يا روحي باتي خلاص عليا عندي هنا عندي بكيات كنو الله الله بسم الله بسم الله
بلا واحد المرة تلاقيت حبابي حبابي دي فوايو بحال السامعين قالوا لي باللي السي كريم يقرا في الليسي وحاوزوها على سرقة وسرقة كبيرة ماشي صغيرة وكما ربي ودعاوي الوالدين رانا انا وياك درك هذا الروز نديه له للبويطه نديه له القفه وي مركي حليش قلت لك تلعبش معايا واش طيبته غير الروز غير الرز غير الرز يا جارتي غير الرز غير الرز مش رايد يدوك يا صاحبي زعما بدل مسيد ولا ابونونا القراية وين راه كريم بابا ميت مسكين بس علاش مخبي عليا ويهضر عليه ويخاف منه شغل حي قال لي بابا هذاك صاحبك راه مخبي سر دوك عرفت بلي صح والله صح اسرار دوك انا كيفاش ندير وين نصيبو استغفر الله ان شاء الله فيها خير شوف يا سي تشونغ دير في بالك بلي منظورك راك خدام باش تقدر تفيدنا حاجة الأولى بقات لي ماست واحد وحاجة الدوزيام هاكو روطار بزاف قلت لك يا دوما قلت لك بلي رانا روطار قلت لك صح وباش تكون عارف مع من راك تحكي خدم خمس ليسيات بريفي وزوج دولة في خمس سنين سيفي الله يبارك ونزيد لك عفسة واحدة أخرى باش نبين لك بلي مرحي مليح في الدومين قادر ما منقول لك شكون اللي يشري عليك وعينيه مغمضين باينه قريتها مخترون سبارون ايوا قول لي يا سي تشونغ مقبله دخل عليا الانفستيسمون 50% جاب لي ربي راك داخل بهذاك البوني غير مدحس صح الانفستيسمون وراو لاحق راني تم انا المهم عندي واحد ما يجيب الباك هذا هبال هذا علاه كيفاش انا ماذا بيا قال لي لا فيديو الباك باش العام الجاي ان شاء الله نزيدو نخدمو اسمع انا هذا توسوس اللي هو انا ثاني على بالك انا قصدي واحد ما يدي الباك بقرايته هذا ما كان ايه فهمنا شوف انا اللي يجيب لي الحبات ما كان لا شاف لا دوما شوف من نهار تاع اليوم انت هو المعلم تاع الحومه صافي بليزير تشونغ معرفت خير دوما باللغه العربيه دراعك ليمن ولا واش قال خونا خونا هو تلاحظون يا تلاميذي الأعزاء درسنا اليوم مهم جدا في اللغة العربية إعراب الجمل التي لا محل لها من الإعراب أستاذة كاين منهم بزاف أعرف أريد أمثلة على ذلك أستاذة أظن أن هناك تناقض فيما تقولينه كيف لنا أن نعرب جملا هي في الأصل لا محل لها من الإعراب هذا تخريف أليس كذلك يا سادة؟ صفقوني جميل لغتك العربيه رائعه استاذه راكي قلتيها جمل لا محل لها من الاعراب دونك علاش نقيموها من اصله ابون نهار تحلك في الباك واش تكتبي لهم في ورقتك ان جهاز مراسليكم لا يرد على المكالمه يرجى اعاده المحاوله لاحقا نو ما شيغي نكتب لهم حرام عليكم 12 سنه قرايه ومع الاخر تمدونا جمل في الاعراب وما يقيموهمش ميم با أنيسة منال؟ نعم أستاذة أنيسة منيسة؟ نعم تفضل للصبورة إلى المراقبة العامة أخبرها بما فعلتماه وقول لها أستاذة اللغة العربية
تترجاكي أن تعاقبين بالمادة 16. ما درت والو أستاذة، هذا ظلم. أص موتي. ارباحي ارباحي حبيبتي، عبالك باللي المادة 16 ما تكزيستيش ميم با في القانون الداخلي، يحبس في المادة 15. تشما كومبخي؟ اواه انا شكيت هاد المادة 16 صاري لها كيما الجمل التي لا محل لها من الاعراب، عندهم سر كبير وشحال ورط الضرب ضد مجهول ولا مضاف اليه. انسة ياسمين اوس وانتي موتي. ولا وش قالوا حبيبي؟ انا كبرك تكذبي كي كبيره، والله ما تحشمي. والله ما تفهم عليه، هذا برك شويه كنت صغيره في عمر 30 سنه وراح تدخل لي لونساج ولا درت في كلامك، وليت كبيره درك نكبر ليه لي هنا. وعندك احبابك بحال فوايو بحال المصنتين. والله غير اليوم عرفت علاه ربي خلق الجحيم. ما تحشميش، راني قد وليدك. اي صح. قلت حاجه، استنى استنى. الحمد لله ربي خلق الجحيم زماليا. انا ما نولد ما نكذب، وكلمه الحق نقولها يا لو كان مره سرتو فيك بعد. من يوم حياتك انت اللي راح تكون مر في مر. اقعدي وتفرجي واش رايح يسرع فيك. بالك خلعتني على بالك. شدوه شدوه، احنا ميته بالقلعه. سمع ما عندك ما دير، سمعت ولا لا؟ وانت يا اختي نصيره المره الجايه كي تعرضيني ما تعرضينيش على ماكله بلا لحم، هذه الاولى. والزوجه ما تعرضينيش يكونوا العديان هنا. بقي على خير. بالسلامه. خير وش بها هذه، هبلت ولا خرفت؟ غطك اوا الا ما رجعتهاش انا هي اللي تشيري اللحم. ما يسمونيش انا كريم وتجي طيبه هنا، انا نقرا في الليسي ونسرقو. خليها خليها تشوف شي بالتنار. هذا ما يكون غير رشيد اللي رجعها هكذاك، هبلها وزيد ما تصبرش على الدراهم هذه. ها واه راحت فيها ولا غير مشات؟ واش لالا وانت ثاني واش طبلي ما تطلقش هذه ولا كيفاش؟ ما حبيتش استاذه. حبيتش؟ حنا واش هضرنا واش قلنا من قبل؟ نسيت استاذه. هيا قولوا لي واش درتو ولا الشيء اللي داروه والديكم جايين تكملوه؟ علاه جا بابا استاذه؟ من الواضح راهم اليوم كاع يتشابهوا. قولوا لي واش درتوها استاذه؟ ما درت والو ابار المشاركه في القسم. الاستاذه ما عجبهاش الحل، قالت لها بطي انتي وحبيبتك عند لا سورفيون جينيرال وقولها تعاقبكم بالماده 16. وعلى بالي باللي في القانون استاذه ما كاش الماده 16 يخلص في الماده 15. بالك غلطتو قصدها المادة 15 نو؟ لا لا أستاذة جامي، المادة 15 تقول لك نيتوايو كامل لي سانيتار ورفدو كامل الكوارد، وحنا أستاذة ما كلينا ما جبنا الشيبس وشوينغون في القسم ولا لا؟ جيد، يتسمى المادة 13. ما داوسناش في الكلاسة، وزيد ما رفعناش صوتنا، وكنت خير كنا نشاركو جنتيمون. ودونك ما تقدرش تقولنا روحوا سيقوا لابو وغسلوا دوزان اللي فيه. وزيد نوكلوا الفيران والارانب. امبوسيبل هذه تفوتها. شما كومبخي؟ مالا المادة 11 سيغ. مادة 11؟ كيفاش استاذة؟ بصح حنا جبنا كتاباتنا وكايدنا كامل مرتبين، وما تقدرش تبعتنا لابيبيوتيك وتقولنا رتبوا كامل الكتابات، هذه تنساها. يتسمى راكم تعرفوا كل مواد كل عقاب اللي راهو يمشي معاها. عليها وانا نقول بين البيرو تاعي والقسم راهو متبدل. شكون اللي مدلكم المواد السريه؟ انا نلعبوها المكشوف على بالكم. غاولوا قولوا لي غاولوا. نعرفكم باللي ما عندكم لا مبادئ لا اخلاق لا اخلاص لا وفاء. كلمه وما كانش. اسمعوا، شكون اللي مدلكم شكون اللي مدلكم هاد المواد؟ راني نستناو بالكم نستناو. شكون يعطاكم المواد؟ ياسمين استاذة تقدري تاكدي حنا بيا عاد صح بصح حنا ما نكذبو. والله <تص->
الأستاذ قادر مسكين ما فهمش واش يدير، وتبحر بين تمرد بعض الأساتذة القدم وعصيان التلاميذ وزيد الأولياء اللي ما عجبتهمش التشكيلة الجديدة اللي جابها مدير الثانوية. واش دخل الأولياء في الأساتذة الجدد؟ كيفاش هذا واش دخلهم؟ هذا مستقبل ولادهم ولا لا؟ لا كيسجلوا ولادهم عندنا، أما يديروا فينا الثقة، أما يديهم علينا ويهنيونا، واش الدرق كلشي نبرر لهم؟ هما كليان ماشي شركاء. هذه هي واش تحب؟ الشيخ راني شاكة بلي كاينة مؤامرة راهي تتوجد ضد اللي ستانا، نص عروقها لداخل ونص عروقها برا، ربي يجيب الخير برك يا الشيخ. تعرفوا غير هذه الهضرة الشيخ، ما تعمرش راسك خلاص. شكون اللي راح يتأمر علينا؟ هاي سيسي كاين اللي راهو يخطط هنا. ايماجيني يا الشيخ، 5 ثانويات عيطوا لي باش نخدم عندهم بشهرية تاع مدير ولا اكثر، والله ما حسبت. على بالي حبوا يقصوا لي جناحي باش نخليوني نتخبط وحدي. على بالي ياك يتغلي في الشربة ولا واش؟ وانت الشيخ شي ذي حكاية مؤامرة ما على باليش، يا واحد ما راهو سمع بينا. سمعين بينا؟ كيفاش هذا ماشي سمعين بينا؟ على بالهم بلي انا اللي راح نتكرم، انا اللي راح نتشرف ونبان في التلفزيون. والدي شري التلت كوستيمات، واحد باش نروح به للرئاسة، الاخر للوزارة، والثالث نلبسوه في الحفلة راح ندير في ان غران توتيل، ونعرض صاحبي الحاج درياسة. هيا دق كل واحد لخدمته. هاي هرا بك وليدي، تفضل. الله يسلمك يا عمو يزيد. قلت لك اسمح لي يا عمو برك نسقسيك. سعيد ما كانشو؟ نو سعيد خرج، كش ما تحتاج؟ لا جيت برك نحوس على نيميرو ولا لادريس تاع صاحبي كريم. كريم؟ نو ما نعرفوش. كريم صاحبي اللي قرا معايا في الليسي، جينا المره اللي فاتت لهنايا تهلا فينا وليدك سعيد، اتايات مكسرات كنا مريحين لهيكا، وطفي الله يبارك هو اللي جاب لنا الماكل. ثاني سلبيت لهم. ايه ديرها خارج يماك. صح اسمح لي، انا كريم ما عرفتوش غير خير كش ما كان بيناتكم، كش ما تسالو كش ما يسالك. لا ما نسالو ما يسالني عمو، ديجا اون كونترار صاحبي كريم الروح بالروح، ويعرفنا وليدك سعيد جينا المره اللي فاتت وما خلصش علينا. ها جيتو كليتو ما خلصش عليكم؟ ايما اروح اسمع، انا يماه هي مرتي، يا وكي تجي نعطي لها غير ساندويتش هكذايا ونكثر لها الفريت وشويه تاع شاورما، والله غير تخلصوا. عم بالك وانت يا جيت كليت ما خلصتوش؟ ها ودوكو كان يسمعوك الخدامين يديروني في الجرنان. اسمع ديجا جوز لاكاس خلصت واش كليتو ديك النهار؟ ما يكون لا خاطرك عم ادخاش هذيك من عندي، ما كاش مشكل.
انت وليد فاميليا باي كاش ما نعطيك تشرب كاش ما تاكل. لا المرات بك المرة الجاية ان شاء الله يا مولاي يحفظك. بارك الله فيك. الله يعاونك. بارك سلام مولاي. سلام لا بروشين ان شاء الله. الله راك تروح تسير بيهم داير عندك الحق انت يا تسربي باطل وخوك ملي سعيد صحابو يجوا ياكلوا باطل انا خطر ديالها هنايا وقيلا بيت سبيل صح يا ربي. ما سمعته والو.